هو ده فين عم شيو؟ عن مالك؟ مشي عن مالك؟ ركبوا على شوشو شوشو غير ركبوا على شوشو سرجو لي عودي وعطوني الجامو شكون لي سرجو؟ حاجة طعمة الله يعطيك الصحة سي حامد كيف قايسي مزيان دابا غاسديني سالين هاد العشية هضرب بيا شي دورة في المدينة القديمة هذا غادي نمشيو هاد النهار ان شاء الله غادي نضربو رحمك الله بنيتي رحمك الله الحبيبة شوف بنتي ديري باي باي ديري بابا المشاهدين قولهم كنبغيكم قولهم كنبغيكم فين غنمشيو دابا سي حامد غتركبنا على الحمية ان شاء الله غتركبكم الحمية وديكم دابا هذا العود ديالنا هذا ان شاء الله ان شاء الله دابا العود ان شاء الله غادي ان شاء الله يا ربي ياك غادي نمس ان شاء الله هاد الحمار كمل فين كنا غنمشي غادي نمس ان شاء الله دير معنا الماكله ديالنا ويلي فين راه جلابه جلابه راه عندهم تخيل عند صحابي ياك نشوف المكان محطوط ايوا سي حميدة باش راك مع خوتي المشاهدين فين غنمشيو ان شاء الله الى كتاب هيدا بنتي هيدا كيفاه ان شاء الله هادي الزيتون ان شاء الله هادي الزيتون ان شاء الله نجيبو عويدات كنحتاجوهم كتسخن بهم ميها فهمتي كتجي نسيبه كتحتاج عويدات كتسخن كدير بهم تاهي فيديوهات ديالها حتى حنا كنحتاجوهم ايوا داري حنا كنحتاجوهم ماشي فيديو فيديوهات فيديوهات انت وماما كتقولوا فيديوهات لا انا نقول فيديوهات فيديو يلا يلا دابا نشدو الطريق ان شاء الله ونتشمشو شويه ونسرحو رجيلاتنا نيت انا شحال هادي ما تمشيت ايوا نهارنا زوين ان شاء الله نشارك معكم عشيتنا غزاله ما شاء الله خليكم معنا العزاز الغالي راكم عزاز وفي القلب دائما وابدا ان شاء الله هز لي بنتي ركب لها ديرلها ديرلها شوشو راه شويه فوق هذاك ما طلقهاش كلها على الحمار حسن هاكا شي كانوا اخوتي المشاهدين اللي كيبغيو سواقه يمشيو للسوق كيبغي غير الراجل يمشي للمدينه كيدير واحد البريدي زوين نقيقي فوق الحمير ديالو وكتلقى كتلقى السيد جار الحمير ديالو غادي للمدينه يتقدى لوليداتو واحد الهيبه واحد شنقول لكم داكشي افتقدناه هاتي بزاف فين تمشى ماما صافي ابنتي ركبت اجي داك لا سي حامد بلا ما ندنو في هاد الحمار لا لا واحد المره ركبت عليه قالوا لي المشاهدين انت يا مريم ثقيله ما تركبيش على داك الحمار صغيور ما انا شتينا غنقول لك اجي تركب الحمار ايوا والله ما ندي ذنوبه مسكين مشي على رجيلاتي ركب غير بنيتي بارك عليك ياك يلا يلا وندو يلا وندو نمشيو نمشيو يلا غير ركب موراها بسم الله انا اللي وليا مخليني غاد على رجليا وانت اللي راجل غادي راكب بنتي كضرب فيها الشمس كيزن نقولها حنيكات شوفي فيا ماما غنشوف الحنيكات شوفي ماما شوفي ماما حبيبه الله يحفظك ليا ويحفظ خوتي المشاهدين وليداتهم تحياتي لكم اخوتي العزاز كاع ما بينت لكم ما عطيتكم انا تحيه نتمنىكم اعزائي تكون على خير وبخير بصحه جيده دابا ان شاء الله الجمعه وصلني اي دابا تلقاوني سخفانه في هذا العقافي يلا مشينا سي حامد نمشيو يلا زيدوا ارجع الله ارجع راكم اعزائي وغاليين يا احلى ناس ويا اغلى ناس أجل. دائما اخوتي في القلب واي حاجه درتها كنبغي نشاركها مع العزاز على قلبي يا اخوتي العزاز انت كيهرب بيها ياه يا لالا فاطمة الزهراء عطاك الله سيري راكبة مع راساتك دابا غدوقها الحمارة حامدة تولي غير تشوفها وتسخف بالبكا انا عرفتي راه شحال وانا كنحارب باش ما تعلم ليش الركوب على الحمير كانت غير كتشوفو اخوتي كيحلص الحمار حشاكم غيهود يسقي كتلقاها سخفانة في الارض وكتفركل الا عندك طيح البنت لا 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 ما طلقش منها ابدا ها هو دوارنا الجميل عين السيخة جميلة انا كنموت على عين السيخة حامد كتبغي عين السيخ انت
عرفتي انا كنحبها واحد الحب وحديته والله الا لا كنعشقها وما ما كتحلى لي الجلسه حتى بلاصه من غير عين سيخ لا في الخساره ولا في العاس ولا كل شيء ياك وفات لك شان انسى غير انسى لا شان مالك غير ليه شان مالك واش عند امك يمنى الرا ولا واش عند شي عند امك يمنى شان امك يمنى مش عند امك يمنى نمشي مش عندها باي باي راحة فين دايها هتخليها مع بنت عزيز انسى عند مالك نقول قول خديجة تهلا فيها وما تخليهاش تخرج ان شاء الله باي 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 شمشا الحاله تبارك الله والله سير ارتاح بالله الا غضبت انا انت ها دور في الرهره كدير لي هادشي باش نغضب والله الا غضبت بسم الله تبارك الله عليكم اخوتي المشاهدين جينا نديو عويدات ما بقاوناش العواد للكانون راكم عارفين العربية ضروري من العواد تسخني ميها ديري فيديو برا طيبي شي حاجه برا وتا الوالده كانت طالبه من حامد قالت له جيب لي عويدات ايوا ما قادش يقول لها لا دابا هذا النهار راه جالس ما دار والو جا جينا نديو عويدات هو راه كيجي غير بوحدو وليت قلت نمشي انا وياه نشارك معكم فيديو يعني على برا في الطبيعه زوينه في الاجواء غزاله اخوتي المشاهدين هذا راه الزيتون ها انتم على الزيت واحد الجو غزال اخوتي ملي يكون عويناتكم انا غادي نمشي نلقط مع حميد العواد دابا حتى لقطو شي شواري وراه ما عاد باش نديو العواد اخوتي راه الحمار هو حاشاكم هو اللي كنخدموا عليه يعني الخدمه الخدامي ديالنا كنسقيو عليه كان حس بزاف الناس يقول لك حقا كتقلو عليه حقا وحنا اخوتي هذاك هو باش كنخدموا هو اللي كيهز علينا مسكين تقل الله يسمح لنا منه تبارك الله عليكم العزاز دابا شنو كدير يا حامي هذاك هو الموسر ديالنا هذاك هو الموسر القديم هو هذا الموسر اه كانوا لا موتر لا حاجه كان الانسان غا بهمته عنده راه معني بالبهايم ديالو عندك بهمتك راك هو هذاك ما عندكش شي بهمتك ضروري كتحتاجها وضروري خصك بنادم تمشي تطلب بنادم بهيمه عطيني شي بهيمه الله يسهلك على ما نجيب وماشي ديما عطيني بهيمه نجيب هذا النهار في السيمانه تيمشي بنادم راه كلها اللي عنده شي كسيبه كيتهلا فيها وانا خوتي دابا تاع عويدات ليا ونسيبه كتجي ان شاء الله غادي للدار تما كدير فيديوهات ما كتلقاش تعواد ورغبتني قالت لي دير لي جيب لي عويدات قلت مرحبا ان شاء الله ايوا حنا دابا حنا قدامكم اخوتي ان شاء الله حنا تنوجدوا عويدات ها الاول اخوتي ها هو ها الاول راه اخوتي هاد العواد راه ماشي تنطردقوهم من الشجار ولا شي حاجه راه راهم طايحين يابسين هنايا يابس دابا كندورو ندورو العود اللي لقيناه كنحسكوه ونديرو في الشواري ونزيدو نقلبو عاود على عويد اخر طايح قديم هو طايح قديم ماشي فهمتي لا يابس ها انتوما الورق ديالو يابس كاع هادشي خصو الجهد حامد ياك خصو الجهد ضروري نشد معاك جهدي لا جهد الله الحبيب هادشي اللي كاين هو اللي عطينا القدره الالهيه من عند الحبيب احن ها غنقدر ها هادي
تبارك الله. 15 يوم هي تاكل فيها العافية. اه شهر. شهر والعافية تاكل في ذاك الطري. تاكل فيها 15 يوم. شوف غنحسك عليك دابا انا داك الشيء اللي بقى. نتيا. اه. وقادة تحسكي. نحسكو ندير المجهود ديالي. اجي صورنا شوية وانا نحسك. يلاه. اه. لو قاعد تحسكي. هانتوما خوتي شوفو ما ديمش راسها دير هانتوما شوف هانتوما تحسك لواد بدا تصوت عليا هنايا اوف وا ضربي يا مريم وضربي اي 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 تقطع صافي هداه وين الهواء يتقطع بابا بابا ولا ولا فين وصلت بلا ما تحبطنا هذه ما غنرجعش للارض وي 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 يلا سير تقلب هاك خصيتي باش نضربو على جهه اخرى يلا تلقي هو ديت تلقي هو يو قد ديها جهه اخرى اه اصبر اه الو هاد حليت هزيه من تحت هو يتقطع لك هزيه بحال هزيه بيدك من تحت هاكو ها انت اي 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 كاينه ولا ما كاينه كاينه نشكي كتصوتي مالك مهم انت اسيدي ما عندي ما يتسالك والله الا ملي قطعتي ما عندي ما يتسالك هاك واش تقطعت ان شاء الله يلا صافي ساليتي شوفي فيا راكيتي يلا افين لاله مريم شو مسكينه في الراه طالع مسكينه بواحد جوج عواد لا 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 واش هاد العذاب ليك علاش واش هاد العذاب واش هاد العذاب صافي سخفت مسكينه شو ما كملي سخفتي سخفت صافي وما جبناش الماء الله الله ماما انتي صافي عيسي هزو محمد طالحه اي اي يا اخوتي ما حنا تنهزو تمشي بحالاتنا هادو هما العويدات اخوتي اللي راه حدين تبارك الله تبارك ما تهزش بلا ما تهزش الصباح من الصباح وحنا كنقور حميد كيطلع الفوق وانا كنهود لتحت مولا شتي الراحة شا شي وو صافي مشينا مشينا شا شا شي واو دور نشوف هاي ارجع 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 لفوق حبس الحمارة حبس شو هادشي لا تقلب خاصنا نعاودو من الاول لا وبقى حتى حاجة لا عيني هاي راح نهزو هاي شو هاك هاك شديدة معطيكش شو ووو يلا مع السلامة يا موسى اجي اعطيك تحية راكم في غاز يسونا خوتي المشاهدين خوتي كنت حاطه التليفون ومكليه بهذا العويد باش ما يطيحش وبنادم هو اللي اختارع تبارك الله عليكم اخوتي قدامكم هاد الحميه قدامكم حاشاكم مبغيناش نتقلو عليه مسكين بزاف تبارك الله عليكم الى فيديو الجاي اخوتي يلا تهلاو اخوتي السلام عليكم الاعزاز امسيه سعيده ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم ومع السلامه عليكم يا احلى واغلى متتبعين عايننا حميد دابا الجامع وصلنا الجامع اه